أهداف اجتماعية وتربوية وصحية. الجمعية تتنظم هذه الحملة الطبية ابتداء من يوم 4 فبراير 2020 حتى اليوم 8 فبراير 2020. حملة درنا فيها الشراكة مع تكتل جمعية حوض أبي رقراق وجمعية المرأة المبادرة من الرباط النيت. حاولنا على أساس أنها تستهدف واحد العدد ديال الفئات اللي هي الأطفال والنساء بالدرجة الأولى. ثم وجهنا للطاقم الطبي اللي غادي يكون الفئات اللي غادي نشتغلوا عليها، فحاولنا نوجدوا ما امكن. عندنا الطاقم الطبي ديال الطب العام، طب القلب والشرايين، طب الاسنان، طب الاطفال، طب العيون، طب الفحص او الامراض المزمنه والفحص بالصدى. ايضا سعينا انها تكون معنا الحمد لله طب ديال الامراض المزمنه كالسكري والضغط الدموي. واستغلينا الظرفيه ايضا مع واحد الدكتور جراح للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. ثم ايضا بهذه المناسبه تنوهوا بصراحه بعامل صاحب الجلاله على اقليم فقيه بن صالح اللي وفروا لنا جميع الوسائل اللوجستيكيه لانجاح هذه الحمله والسلطات المحليه طبعا بدون استثناء. وانخرطت في هذه العمليه بكل ايجابيه مجموعه من المؤسسات اللي صراحه تنشدوا على الايد ديالها وتنشكروها، منهم المجلس الاقليمي، المجلس البلدي، عماله اقليم فقيه بن صالح، التعاون الوطني، مندوبيه الصحه، واخرون ايضا اللي حتى هما كانت لهم واحد البصمه، جمعيه اطباء اقليم فقيه بن صالح اللي وفروا واحد المجموعه ديال المواد ديال الخاصه بالامور ديال الاطفال للتحسيس والفحص ديالهم والمواكبه الطبيه ديالتهم. الحمله تتستهدف حوالي، احنا في التقدير ديالنا التقدير عندنا 860 امرأة وطفل ورجل، فيهم حوالي 500 امرأة في التخصصات المعينة، 100 طفل و200 تتبقى لنا او 300 تتبقى لنا على واحد العدد ديال التخصصات المتنوعة. ولكن في اطار الادراج ديال الحملة حاليا تنشوفوا باننا 100% بان اليوم الختامي اللي غادي نتجاوزوا فيه الرقم ديال 1000 مستفيد ومستفيدة، إلا ضفنا عليهم الناس اللي استفدوا في الأيام السابقة كالتحاليل اللي تنظمت في اليوم الأول 4 فبراير اللي كانت في واحد المجموعة ديال التحاليل المتعلقة بالدم، واغتنمنا الفرصة باش تكون فيها حملة ديال التبرع بالدم. ثم استغلينا أيضا اليومين الثانيين على أساس أننا يكون عندنا تقويم النطق والأخصائية النفسية والترويض والتدليك للصحة الإنجابية للأم ما قبل وبعد الولادة. فإلى جمعنا المستفيدين ديال الأيام الثلاث زائد الأيام هذا اليوم الختامي، فتوقعت تقول بأننا عندنا 1000 مستفيد ومستفيدة، وهذه ربما نقطة ديال البداية ديال الحملات الطبية مع أطباء وجراحين اللي احنا حاليا في خدم هذه الحملة وتنبريباريو لها إن شاء الله. جراحة المياه الزرقاء جلالة، ثم أيضا الفضاق بالنسبة للوليدات، وعملية ختان اللي غادي تكون على صعيد الإقليم كقافلة مع عدد من الأطباء اللي جاوا من الدار بيضاء والرباط اللي بداوا الرغبة ديالتهم على حسن التنظيم وحسن الضيافة وحسن الاستقبال ديالهم هنا وشافوا الأجواء والناس كيفاش تتعامل معهم. فتنتمنوا على أساس واحد المجموعة ديال التخصصات اللي غادي تكون فيها عمليات كما قلت ديال الجلالة، كاين عندنا ديال الفضاق، كاين ديال الكوارتر ديال اللي سميتو، وعندنا ايضا اقترحوا لنا الصباح حتى مساله ديال المراره لما لا، يكون عندنا البلوك والمسائل وديك الساعه غنخدموا على هاد الامور. تنتمنوا من الله عز وجل ان الكل شيء يستافد، بغينا كل شيء يمشي ضحك، بغينا كل شيء تكون عنده واحد المواكبه طبيه ان شاء الله، لان هاد الناس ماشي غادي يدوزوا، هذا هو الجديد في هاد الحمله، ماشي غادي يدوزوا يمشيو، كاينين واحد العدد معين من المستفيدين اللي غادي نديروا معاهم التتبع كما قلت لك بحال هاد الناس ديال الجلاله، وعندنا التتبع بحال الحالات اللي غادي تثبت عندهم الفضاق باش هما يستافدوا ان شاء الله في الحمله الجايه. وشكرا.